تعال نروح لتقرير مع كابتن حمدي الصافي قبل مباراه كاس مصر، وترجعوا لنا مره ثانيه مع التقرير مع كابتن ياسر صلاح. طبعا مبروك لفريق الاولاد تحقيق بطوله عربيه، وحاجه سعيده طبعا كلنا يعني اتبسطنا بيها، ومبروك لاحمد صلاح اخويا الصغير، فرحان بيه جدا طبعا، واتمنى له الخير والتوفيق في كل وقت ان شاء الله هو وكل زمايله. طبعا احنا الحمد لله في مرحله جديده، اللهم لك الحمد، كسبانين كل الماتشات بفضل الله، لسه كسبانين فريق الزمالك 3-1 اسماعيليه، وربنا وفقنا فيه بامر الله. الفتره الجايه ان شاء الله عندنا استعداد ان شاء الله بطوله افريقيا، ربنا يكتب لنا الخير والتوفيق فيها باذن الله احنا كل الناس بامر الله. ماشيين الحمد لله باحمال كويسه مع الفرقه، بنزود شويه ولو في ماتش جامد ولا حاجه في الدوري ولا حاجه من الفرق الكويسه بنقلل شويه الحمل وبنظبط امورنا بامر الله. يعني فرق البنات عامه مختلفه عن فرق الاولاد خالص، العامل النفسي مهم جدا بالنسبه ليهم، والبدني مهم جدا، والخطط مهم جدا، كل المراحل بتاعه التدريب وبتاعه الفرق كامله مهمه جدا مع البنات مش زي الاولاد خالص. طبعا احنا بنشتغل عليهم طبعا نفسيا بشكل كويس قوي، خططيا بشكل كويس قوي، بنحفظهم كويس قوي، بدنيا مع كترانيا بصراحه ماشيه كويس قوي معاهم. طبعا مرحله مهمه جدا عندنا ان شاء الله الفتره الجايه بطوله افريقيا، بطوله مهمه جدا واحنا حاملين اللقب. طبعا بطوله افريقيا بالنسبه للبنات بتبقى بطوله قويه جدا، اقوى من الولاد بكتير قوي، فرق كينيا فيها مميزه قوي، فرق الكاميرون مميزه جدا، فرق تونس مستوى عالي جدا زي مصر، فالله المستعان ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يكتب لنا التوفيق فيها باذن الله، وربنا يكرمنا فيها بامر الله. احنا الحمد لله ماشيين كويس والفرقه مظبطين، والاصابات الحمد لله رب العالمين بدات اي شيء بتخش واحده واحده. عندنا كان في برضه ميار برضه بدات تخش واحده واحده، في بعض الناس عندهم شويه حاجات كده في وسط الماتشات، بدانا ان شاء الله نظبط الامور معاهم وبدوا برضه يخشوا، والله المستعان يعني احنا بنجتهد الله المستعان. والله التجديد ده حاجه مهمه جدا، احنا طبعا الصاله طبعا بقى لها فتره كبيره جدا من ساعه ما احنا كنا بنلعب فيها وهي كانت لسه زي ما هي. طبعا التجديد ده هيبقى حاجه ايجابيه بالنسبه طبعا للفرقه، طبعا على المستوى الجديد، على الارضيه تبقى شكل جديد، هيوفر طبعا اصابات بالنسبه للعيبه. وانا برضو هتكلم بالنسبه برضو للتجديد عندنا في الناشئين، عندنا طبعا ناشئين مميزين جدا على مستوى عالي قوي، بنحاول ندخلهم واحده واحده مع الفرقه. طبعا فرقه الاهلي فرقه البنات فرقه كبيره جدا، كلهم نجوم كبار، انك تدخل حد من الناشئين معاهم يخش في وسطهم دي حاجه صعبه جدا، والحمد لله في تقريبا عندنا ثلاث ناشئين تقريبا يخشوا في وسطهم، وان شاء الله ربنا يكتب لهم التوفيق بامر الله. هو احنا بادئين السيزون ده الحمد لله كويسين قوي، كان اصعب ماتشات كان ماتش الشمس وماتش الزمالك، والحمد لله عرفنا نكسبهم يعني بسهوله، وقدامنا دلوقتي افريقيا خلاص كمان اقل من شهر احنا بنحضر ليها دلوقتي، وان شاء الله يعني نكسبها. اول حاجه بقولها هي البطوله على ارضنا، وان احنا لازم مش نكسب وخلاص، احنا لازم نكسب بشكل كويس، وكل اللعيبه تكون شكلها كويس، واللعيبه كلها تشارك بشكل كويس، وان احنا ناخدها بجد اكتر من اي بطوله بره. يعني هو احنا حاليا قللين الحمل شويه، لان احنا عندنا ماتش بكره، ماتش الكاس، ماتش الشمس، فبنحاول نقلل واحده واحده لحد ما نوصل لافريقيا يكون الحمل يكون كويس. يعني هي بطوله افريقيا بطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، فاحنا كابتن حمدي طبعا بيركز عليها جدا، فاحنا هنعمل استعدادات جامده، وفيها هيبقى في معسكر، بس هو مش هيبقى معسكر خارجي، هيبقى معسكر هنا، وطبعا التمرين بنتمرن كل يوم، وماتشات شغاله، وعندنا ماتشات كاس كمان وماتشات الدوري، فاحنا الحمد لله مستعدين. يعني طبعا احنا متعودين على الاهلي ان هو بيكسب طبعا، فالحمد لله يعني، بس ان شاء الله نكمل كده، حتى ماتشات الكاس ماتشات مهمه ما ينفعش نخسر فيها خالص، فاحنا الحمد لله ان احنا ماشيين كويس، وان شاء الله ناخد الدوري والكاس وافريقيا كمان. هو احنا الماتشات دي مش مهمه قوي بالنسبه لنا قد ما احنا بنستعد لافريقيا، يعني هي الماتشات دي بتبقى حاجه طبيعيه لينا احنا كاهلي ان احنا نكسبها يعني، بس احنا كل تركيزنا بيبقى على افريقيا، يعني دايما بتبقى طموحاتنا اكبر، ان افريقيا بتبقى اصعب، بس ان شاء الله نحقق البطوله. يعني دايما بيقول لنا نركز، لازم ارسالاتنا تبقى قويه عشان دي اهم حاجه للفوز، بس ان احنا كاهلي المفروض ان احنا مطلوب منا الفوز، بس ده بيبقى علينا بيبقى ضغط عشان احنا مطلوب منا ان احنا نكسب. يعني هو طبعا الجمهور احنا من غيره بيفرق معانا جدا، يعني في كذا بطوله عربيه لما اتعملت الجمهور لما ما جاش خسرناها، بس هو طبعا الجمهور بيبقى المكسب الاساسي لينا، لما جم في افريقيا بطوله افريقيا اصعب، بس الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا بالجمهور، يعني كسبنا 3-1، يعني كان فوز صاحب بالنسبه لنا يعني.